بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي بالله، ما زلنا وإياكم في شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. عنونه قال: لا يجوز، لا يذبح لله، تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. بما أنه في الباب السابق قال لا يجوز الذبح لغير الله، قال كذلك لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فذكر هذه الآية رحمه الله تعالى، قال لا تقوم فيه أبدا. أهل النفاق بمشاورة الكفار في المدينة المنورة لكي يزعزعوا ويفرقوا أهل الإسلام، قالوا سنبني مسجد. المسجد هذا شو يصير فيه؟ كفر؟ لا، صلاة لله، مسجد لله، لكن تفريقا بين المسلمين. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذا المسجد الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى ويصلى فيه، هذا المسجد بني ليس لله، بني للتفريق بين المسلمين. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا. هذا مسجد يصلى فيه لا تقم، فكيف لو في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لا يجوز أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. أو الوقت، والله الآن في 25/12 النصارى يجيبون سيارة ويحطونها في الصالة، أنا بجيب سيارة شجرة وبحطها في الصالة، بس ما يجوز. لا لا، انا لا اؤمن بالكريسماس، لكن يعني زين، هل يجوز؟ لا يجوز. يوم 25 حطها في الصاله حقه، حطها في ايوه، وهذا تشبه. لذلك لا يجوز. قال لان هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فاذا ذهب لهذا المكان وذبح لله قالوا قد يعتقد غيره بان هذا لغير الله، أو قد يظن هو هذا الذي ذبح لله قد يظن أن هذا المكان فيه خاصية. فلذلك لا يجوز تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قال لا تقم فيه أبدا. إذن المناسبة أن المكان الذي يعصى الله فيه سبحانه وتعالى لا يجوز أن تفعل نفس المعصية، يعني شكل المعصية لله، يعني هذا ذبح لغير الله شكلها ذبح لله لا يجوز. هذا هو المقصود. طيب لو هذا المكان قالوا يصلى فيه لغير الله مثل الكنيسة، وذهبت وصليت لله، هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز، لأن يختلف الوضع، الصلاة تختلف عن صلاتهم. فلذلك يجوز للحاجة أو للضرورة أن يصلي المسلم في الكنيسة. ثم ذكر حديث رحمه الله قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا، ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان يذهبون إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذبح إبل في هذا المكان بوانة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيها صنم؟ فيها شيء؟ فيها؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود.
الناذر هذا الصحابي نذر، والناذر الأصل فيه أنه مكروه، يكره للمسلم أن ينذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى. إذا الله شفه مريضي بصوم بيومين، إذا ابني نجح بصلي ركعتين، هذا يكره له، يكره. وقال صلى الله عليه وسلم عن النذر قال: لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. لذلك قالوا مكروه، النذر مكروه. طيب، في الجاهلية سأل: هل في الجاهلية وثن؟ قالوا: لا. قالوا السائل واحد، لكن الذين أجابوا الصحابة قالوا: لا يا رسول الله، في عيد عندهم، عيد هناك يعيدون هناك. قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذن أوفي بنذرك في هذا المكان، أوفي بنذرك في هذا المكان. طيب، الله عز وجل قال: وليوفوا نذورهم، صح ولا لا؟ مدحهم الله عز وجل، فكيف نقول النذر مكروه والوفاء بالنذر ممدوح؟ ابتداء النذر مكروه، لكن إذا نذرت عليك أن توفي، ويمدح الذي يوفي بالنذر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، يعني نذر إن الله شفى مريضة سوف يأتي بمعصية، مثلا شرب الخمر مثلا. قال: لا يجوز، لو نذر لا يوفي بنذره، لا يوفي بنذره. وفيما لا يملك، أنا إذا الله شفى مريضي فأتصدق بسيارة أبو عبد الله، يصير؟ ما تملكها، ما يجوز. قال: لا يجوز أن تنذر فيما لا تملك. فالنذر أنواع: أولا يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، إذا الله شفى مريضي بصوم يومين، يجب عليك أن تصوم هاليومين، صار واجب عليك لأن أنت أوجبت على نفسك. الثاني يحرم الوفاء به وهو في معصية أو ما لا تملك. الثالث الذي يجرى مجرى اليمين، نذر علي مثلا أن أنا ألبس ثوب كذا أو أروح المكان الفلاني، هذا إذا وفيت، إذا ما وفيت كفارة يمين، هذا كاليمين. الرابع نذر الغضب أو اللجاج يسمونه، ولا إحنا خلينا نسميه المعايا، ولا هذا الشيء صار ولا ما صار. قال: يا نذر علي إن صار بصوم، هذا مش طاعة لله عز وجل، هو نذر. مش قال إذا شاف الله مريضي أو إذا الله نجح ابني وكذا، لا، قال إذا هالشيء يصير أو ما يصير، بغضب أو بلجاجة أو مناقشة أو جدال. فقالوا هذا النذر يكون نذر إيش؟ يمين، نذر يمين، إن شاء وفى به وإن شاء كفر كفارة يمين. في هذا الحديث قال: فيه وثن أو عيد، إذن ما يجوز للإنسان المسلم خاصة إذا كان قدوة يذهب لأماكن التي فيها شبهة، يشوفونك الناس يقولون والله هذا صح لأنه سواه فلان. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يذهب في أماكن يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يؤدي بالجهال الاغترار بفعل هذا الرجل. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النذر
لغير الله ونذر المعصية. في فرق، أن أنذر لله لكن أنذر لنعصي، هذا لا يجوز، هذه معصية، لكن النذر لغير الله هذا شرك، شرك أكبر. فهناك فرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. ذكر المصنف هذه الآية قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر هذا مدح لهم، مدح لهم أنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى وليوفوا نذورهم، فهذا كله مدح لهم. وجه الاستدلال بأن يوفون بالنذر مدح لهم، إذن هذه عبادة، فكذلك يذم من ينذر لغير الله. نعم، يذم من ينذر لغير الله. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال الاستعاذة، الأصل أنك تستعيذ بالله، أي تلجأ لله سبحانه وتعالى وتحتمي به. فإذا لجأت كما يفعل أهل الشرك سابقا، قالوا إذا كانوا ذهبوا إلى وادي قالوا نعوذ بكبير هذا الوادي أو نعوذ بعفريت الوادي، فيتعوذون ويحتمون بالجن الأكبر في هذا الوادي، وهذا من الشرك. لذلك قال كان رجال من الإنس يعوذون يتعوذون ويلجؤون ويطلبون الحماية من رجال من الجن. إذن هذا يثبت أن الجن فيهم رجال وفيهم إناث، فيهم إناث وفيهم ذكور. والاستشهاد بهذه الآية ذم الله سبحانه وتعالى الذين يتعوذون بغير الله، يتعوذون بالجن أو بالأموات أو بالصالحين. قال من نزل منزلا، فإذا نزل منزلا يتعوذ بكلمات الله التامات. هل يجوز أتعوذ بمخلوق من مخلوقات الله؟ طيب، هنا قال يتعوذ بكلمات الله، فهذا دليل على أن كلمات الله شنو؟ ها؟ أيوة، كلمات الله غير مخلوقة، هي صفة من صفات الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بكلمات الله، فهذه ليست مخلوقة، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فتتعوذ بالله أو تتعوذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن كلمات الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.